السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في التربية الوطنية الوحدة الأولى، الدرس الأول، وهو بعنوان السلع والخدمات. سنتعرف اليوم في درسنا على الخدمات وأنواع الخدمات المتوفرة في الدولة. فأهلا ومرحبا بكم طلابي وطالباتي الأحبة، نبدأ معا. كل منا هدف في حياته يسعى إلى تحقيقه، وأيضا في كل درس لنا هدف علينا أن نحققه كما اعتدنا دائما. هدفنا لهذا اليوم أن يبين المتعلم الخدمات وأنواع الخدمات أيضا معايير النجاح. البعض يكون بقدرته أن يميز الخدمات التي تقدمها الدولة من خلال الصور، البعض الآخر يستطيع أن يصنف الخدمات، والبعض منا يستطيع أن يصمم خريطة ذهنية للخدمات وأنواع الخدمات التي تعرف عليها خلال الدرس. نبدأ معا. الخدمات وأنواعها. هناك كلمات جديدة. الخدمات ومجانية، ما معنى هذه الكلمات يا ترى؟ سنتعرف عليها من خلال ركن المعرفة. الخدمات تعني ما تقدمه الدولة للمواطنين والمقيمين لتسهيل حياتهم. إذن الخدمات هي كل ما تقدمه الدولة للمواطنين والمقيمين لتصبح الحياة أسهل. يمكن الحصول على هذه الخدمات بطريقتين. إذن يمكننا أن نحصل على هذه الخدمات بطريقتين، إما أن تكون مجانية وإما أن تكون غير مجانية. إذن هذه الخدمات قد تكون مجانية، ولكن ماذا تعني كلمة مجانية؟ ماذا تعني يا ترى؟ هل تعرفون؟ أحسنتم، نعم، الخدمات المجانية هي الخدمات التي نحصل عليها دون أن ندفع النقود. مثل ماذا يا ترى؟ هناك التعليم، الصحة، الطرق. إذن هذه الخدمات هي مجانية، أحصل عليها دون أن أدفع النقود. ولكن في المقابل أيضا هناك خدمات غير مجانية أحصل عليها عندما أدفع النقود. مثل ماذا؟ من يعطيني أمثلة؟ هناك الحدائق الترفيهية، هناك المواصلات، وهناك الاتصالات. تخيل أنك تستطيع أن تقوم بالاتصال بزميلك دون أن يكون لديك رصيد. هل تستطيع؟ طبعا لا، علي أن أشتري رصيد حتى أستطيع أو حتى أتمكن من الكلام مع صديقي. إذا كان ليس لدي سيارة واحتجت أن أذهب بتاكسي أو بأي طريقة إلى مكان ما، هل سيوصلني صاحب التاكسي مجانا؟ طبعا لا، علي أن أدفع له النقود. إذا ذهبت إلى حديقة الألعاب، هل أستطيع أن ألعب بكل الألعاب المتوفرة مجانا؟ طبعا لا، يجب علي أن أدفع أيضا حتى أتمكن من اللعب بكل الألعاب التي أحبها. هناك أيضا سنتعرف على الخدمات التي توفرها بلادي للمواطنين. إذا هناك الخدمات التعليمية مثل المدارس، هناك خدمة الكهرباء. هل أستطيع العيش دون كهرباء؟ كيف ستصبح الحياة دون كهرباء؟ هناك خدمات المواصلات، وهناك الخدمات الصحية، هناك الخدمات الأمنية، وهناك الخدمات الترفيهية. إذن هذه الخدمات كلها توفرها الدولة للمواطنين. خدمات تعليمية، خدمة الكهرباء، خدمة المواصلات، الخدمات الصحية، الخدمات الأمنية، والخدمات الترفيهية. هل خدمة الكهرباء مجانا؟ هل نحصل على خدمة الكهرباء مجانا؟ أم هي خدمة غير مجانية؟ ما رأيكم؟ فكروا وأجيبوا عن ذلك. هناك أيضا حقيقة وطنية. حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تطورا كبيرا في شبكات الطرق والجسور والأنفاق، وأحاطتها بخدمات على مستوى راقي. الآن إلى أنواع الخدمات في بلادي. هناك خدمات أساسية وهناك خدمات غير أساسية. الأساسية التي دونها تكون حياتي صعبة، ولكن خدمات غير أساسية ربما إذا استغنيت عنها لا أشعر بفرق كبير في حياتي.
لنتعرف ما هي الخدمات الأساسية وما هي الخدمات غير الأساسية. الخدمات الأساسية مثل إنارة الشوارع، الدفاع المدني، وشبكات المياه. تخيل حياتك دون هؤلاء الخدمات الثلاثة، كيف ستكون؟ بينما الخدمات غير الأساسية مثل الحدائق، أستطيع أن أذهب وفي نفس الوقت إذا لم أذهب لن تتأثر حياتي كثيرا. المطارات أيضا، ربما أسافر وربما لا أستطيع السفر، ولكن مع ذلك تستمر الحياة. المدن الترفيهية، ربما أستطيع أن أذهب إلى مدن ترفيهية، إلى مدينة الألعاب، وفي نفس الوقت ربما لا أستطيع وتستمر حياتي. لكن إذا بقيت دون ماء، هل تستمر الحياة برأيكم إذا لم أستطع الحصول على ماء؟ إذا هناك لا سمح الله نشب حريق في مكان ما، هل أستطيع أن أبقى دون دفاع مدني يقوم بإطفاء الحريق؟ طبعا لا. إنارة الشوارع، إذا ذهبت إلى كل مكان وهناك ظلام دامس لا أستطيع أن أرى أمامي شيئا، كيف ستكون الحياة؟ أجيبوا أنتم برأيكم وحددوا من هي الخدمات الأساسية ومن هي الخدمات غير الأساسية بعد ذلك. من صنع بلادي أتعلم. ماذا أتعلم؟ أتعلم أن أقدر الخدمات التي تقدمها بلادي وأحافظ عليها. إذن الآن في ظل الظروف الراهنة التي نعيش بها، ما الخدمات التي تقدمها الدولة لنا؟ ما الخدمات التي تقدمها الدولة لنا في هذه الظروف الآن؟ هذه الخدمة التي تقدمها لنا الدولة الآن خدمة التعليم عن بعد، أليست خدمة جميلة؟ خدمات التعقيم في الشوارع وفي كل مكان في أرجاء الدولة، أليست هذه خدمة أيضا خدمة وطنية من قبل الدولة لكل من يسكن على أرضها؟ ما واجبنا نحن تجاه هذه الخدمات التي تقدمها الدولة؟ ما واجبنا؟ هل يجب علينا الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة وأن نلتزم بها؟ هل يجب علينا أن نقدر الجهود التي تقوم بها الدولة؟ نعم، يجب علينا أن نتقيد بالقوانين التي تضعها الدولة، يجب علينا أن نقدر الجهود التي تقوم بها الدولة وأن نشكرها على كل ما تقدمه للمواطنين. أيضا إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية وسيلة ملائمة وموفرة لتكاليف الإضاءة. في كل مكان أذهب إليه عند إشارة المرور أو في أي مكان أجد لوحة من الطاقة الشمسية. ماذا يفعل؟ يأخذ الأشعة من الشمس ويحولها إلى طاقة تنير لنا الشارع في المساء. بهذه الطريقة أنا أكون قد استخدمت المصدر الطبيعي من أشعة الشمس، وفي نفس الوقت لم أدفع نقوداً. ليس كذلك؟ توفر علي النقود. وهناك حقيقة وطنية، مترو دبي هو شبكة من السكك الحديدية الآلية دون سائق، وهي تعد الأطول في العالم. إذن من هي أطول شبكة مواصلات في العالم؟ هي مترو دبي. معلومة موجودة لدينا نربط بها مادة التربية الوطنية مع الرياضيات، ما هذه المعلومة؟ هذه المعلومة تقول بأن حوالي 350 ألفا من الركاب يستخدمون مترو دبي يوميا. إذا كم عدد الركاب الذين يركبون في مترو دبي في كل يوم؟ نعم أحسنتم، 350 ألفا. بعد أن تعرفنا على المعلومات، هي معلومات بسيطة وفي نفس الوقت جميلة، نصل الآن إلى فقرة هيا نستكشف. ماذا يعني؟ يعني علينا أن نقيم أنفسنا. هل يا ترى نحن استفدنا من المعلومات السابقة؟ هل سنتمكن من الإجابة عن الأسئلة الواردة أمامنا الآن؟ لنرى. في فقرة هيا نستكشف علي أن أقرأ العبارات وأضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أولاً، من الخدمات الترفيهية في بلادي إنشاء الشوارع. ثانياً، توفر مراكز الشرطة في بلادي لنا الأمن والأمان. ثالثاً، من الخدمات الأساسية التي توفرها بلادي خدمة الكهرباء. وصلنا الآن إلى فقرة أفكر وأشارك. هناك لدي أو هناك أمامي مجموعة من الصور، علي أن أنظر إلى هذه الصور، أصنف الخدمات وفق المطلوب
إلى خدمات مجانية وخدمات غير مجانية: التعليم، الاتصالات، الكهرباء والصحة. إلى عبارة بعنوان أنا أتعلم. ماذا يجب علي أن أتعلم؟ يجب علي ألا ألقي أي مخلفات إلا في المكان المخصص لها، أي من واجبي المحافظة على نظافة البيئة. أطبق ما تعلمت. لدي الآن مجموعة من الصور في الحقل الأول، يقابلها في الحقل الثاني مجموعة من الكلمات. علي أن أطابق كل صورة بالكلمة المناسبة لها من الحقل الثاني عن طريق الوصل. هناك أيضا علمني زايد. ماذا علمني؟ أن العلم كالنور يضيء المستقبل وحياة الإنسان. الآن بعد أن قمنا بحل الأسئلة الموجودة لدينا، كل واحد منا سيقوم بتقييم نفسه. هل كانت إجابته صحيحة أم لا؟ هل تمكن من الإجابة؟ نذهب إلى الصفحات التالية، سنجد الإجابة الصحيحة. كل واحد منا سيقوم بتقييم عمله وتصحيح الخاطئ منه. يجب علينا أن نلتزم الصدق. لا نقول أن المعلمة لا تراني. يجب أن نتذكر دائما بأن الله يرانا في كل زمان ومكان. والآن أحبتي، كل واحد سيخبرني أين يرى نفسه في حفرة التعلم. هل تمكن من تحقيق الهدف الذي عملنا عليه منذ بداية الحصة أم لا؟ هدفنا كان أن يبين المتعلم الخدمات وأنواع الخدمات. هل تستطيع أن تبين الخدمات التي تقدمها الدولة لنا؟ هل تمكنتم من معرفة أنواع الخدمات أيضاً؟ إذن هل حققنا الهدف؟ أين ترى نفسك أنت داخل حفرة التعلم؟ هل ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟ هل تمكنت من تحقيق الهدف؟ أين ترى نفسك؟ كل واحد منا الآن سيضع صورة لنفسه داخل حفرة التعلم. ولا ننسى صفات المتعلم المرئي، صفات المتعلم الجيد، المتعلم الذي يحب دائما التحدي. إذا كان أمامه شيء لا يستطيع معرفته، لا يقول لا أعرف. يجب عليه ألا يستسلم، إنما يحاول دائما حتى يحقق هدفه. إذا كان لدي خطأ، يجب علي أن أتعلم من أخطائي. يجب علي أن أتعاون مع والدي في المنزل الآن، أتعاون مع والدتي، أتعاون مع كل من يقدم لي المعرفة. أن أتأمل بإجاباتي، يا ترى هل هي صحيحة أم خاطئة؟ أفكر وأفكر وأفكر. كل واحد منا سيرى هل حقق يا ترى صفات المتعلم المرئي اليوم، وسيضع صورة لنفسه داخل حفرة التعلم. وصلنا الآن إلى نهاية الدرس. أتمنى أن ألقاكم بخير وسلامة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.